مستحيل تقول ان عنده 61 سنه على فكره. صحيح. يعني انا ممكن اديله 48. لا قولي حاجه و50 بس. في كل الاحوال بقى بقولك بيشارك بقاله 40 سنه بانتظام. فواضح ان طبعا نمط حياته كلها رياضه فبتفرق على فكره. يعني الكلام ده احنا برضو ما بنشوفوش عندنا كتير للاسف. الظاهره دي بتلاقيها منتشره اكتر في اوروبا والدول المتقدمه. والدول المتقدمه. طب بالنسبه بقى الرياضه. بالنسبه لايه؟ الرياضه مالها؟ بس فهمتك. أيوة. فهمتك وفهمت يا لعيبي. اولا في مساحه دايما لضربات قدر عشان نبقى واضحين. طب ممكن احكي للناس؟ احكي بقى انا مفضوح خلقه. اتفضلي يا استاذ. لازم شفافيه بيننا وبين الجمهور. امبارح كريم وعدني بعد الهوا وزميل معانا هنا ان هو خلاص قال لي انا هوندا انا هبتدي حياه مختلفه بقى. قلت له هايل يا كريم يعني متاخره شويه بس كويس يلا شوت. قال لي خلاص انا من النهارده هروح الجيم كل يوم. قلت لك بكره بعد الهوا. كتله عضليه داخله عليك. قلت له ماشي مفيش مشكله. المهم راح الجيم مش مهم انهي جيم عشان الاعلانات يعني. فراح جيم واخد زميلنا اللي معانا وانا النهارده بقى منتظره يحكوا لي عملوا ايه يعني. فهو راح كان متفق مع مدير الجيم او يعني كابتن هناك ما لقاهوش. طب ما لقاهوش ايه المشكله برضه يعني؟ انت ما لقيتوش ايه المشكله؟ الجيم موجود والماشينز موجوده ولبسك معاك. قال لا انا قلت خلاص بقى امشي اروح اتغدى احسن وبعدين ابقى اجي بكره لما المدرب يبقى موجود. والله العظيم اللي حصل معايا كالاتي بالظبط كده زي الطفل البليد اللي بيروح المدرسه فبيتفاجئ ان النهارده اجازه وهو ما كانش عنده خبر. في فرحه عارمه. فده اللي حصل معانا انا وهو على فكره. يعني انت رايح الجيم بدل ما تروح. طب خلاص قررت مش هتروح الجيم تروح رايح واكل. ما هعمل ايه طيب؟ انا بدل ايه طيب؟ برضه هو بس خلي بالك الزميل العزيز برضه ايه في الاخر قطمنا قال لك طب ما كنا دخلنا قعدنا نهري في اي حاجه بس لازم معاكي برضه حد يفهمك تبتدي ازاي تعملي ايه. ماشي بس النهارده هتروحوا طيب؟ دي حاجات بقى بتاعت ربنا.